يعني ما حد راح يصوت للسيد المشهداني من الجماعة. اسمح لي. احنا هسه اليوم انا اول مرة لقضية هامة ما اعيش حالة التوتر. زين. لانه الاهم عندنا انه ينتخب رئيس. لا يروق لنا بأي حال من الاحوال ان يبقى البرلمان العراقي رئيسا بالانابة. مع جل تقديرنا واحترامنا لعطاء السيد المندلاوي وأدائه خلال الأشهر السبعة ولكن الماضية. ولكن سويت سبعة. سبعة تقريبا. أي مهم. أربعتاعش بأربعتاعش. يلا ما يخالف. إحنا اليوم راح يوم السبت ينتخب رئيس البرلمان العراقي. وهي نقطة أساسية. متأكد. مهمة. أي متأكد. وأنا طبعا هسه بلغة الأرقام المتوفر عندي إنه السيد المشهداني عابر 180 طبعا مناسبة للإحاطة عبر إنه إيه خاف ينقلب يا معود لا دخلنا عبر كاميرات مع المراقبة موجودة لحظة لحظة خلنا 180 صوت السيد المشهداني خذها من عندي ثبتي أنا أقول ما يعبر المية بعد لحظة ثبتني لحظة نحسب إشارة دكتور عقيل لا ثبتني شوف راح أقول لك طبعا أنا من أسولف لك ما يعبر المية من أحكي هيك السيد سالم العيسى ومن اعز اصدقائي بالبرلمان اعرف تعرف شلون يعني انا هسه لاقوني سالم العيسى ومحمود المشهداني دولة القانون علي من علي من ويا من انا اسولف دولة القانون ايش قلت لا تحسب لي بالجزء يعني شلون شلون 180 شو تريد تعبرها عن النواب تريد نكشف لك اوراقي لا تكشف اوراقك وخير شلون يصير لا 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 اسمح لي حساب ما احسب وياك حساب عرب وكرد خلينا نحسب انا منطيك اعطيك رقم عرب وكرد اعطيك رقم اعطيك رقم تخلي يمك او مو رقم راح اشيلك موقف انه السيد المشهداني راح يعبر بالجوله الاولى رئيسا للبرلمان العراقي من جاي هذا؟ من جاي؟ صاير من اتفاق الإطار التنسيقي على هذا المرشح فلذلك احنا جل تقديرنا واحترامنا للمرشحين الآخرين لا سيما أخي وصديقي الأخ سالم العيساوي جيد ولكن هذا الموضوع صار عليه إجماع هسا حتى لا عقيل الفتلاوي ويبلعها السيد هادي العامري تأخذون من الديالة بالاتفاق خلنا خدمك اليوم حتى لا لا لا, لا الدعاة داخل ائتلاف دولة القانون اللي انت ناطق بالكتلة نعم النواب الدعاة شبيهم ها شبيهم راح يستسلمون لخيار السيد ياسر المالكي شنو خيار يدي يجيب عم ياسر المالكي طالب وطلبه عنده 16 مقعد يجيب شو اسمه عنده 16 عضو مجلس محافظ ياسر المالكي شو